ناخد امثله لحساب الافكتيف دوز بالنسبه لحالات فيها بيشنتس وحالات فيها اوكيوبيشن اكسبوجر. في حاله مثلا زي السي تي. السي تي لو احنا عملنا سي دي على الابدومين والبلفس بيسكلي بنتكلم على التيشو دوز اللي احنا بنحسبها اللي هي بنتكلم على الدوز اللي هي بالجراي بنتكلم على 20 مللي جراي. عايزين نحسب الافكتيف دوز. بيسكلي احنا بنعرض الجونتس بنعرض الكولون بنعرض الليفر للراديشن دوز. فبنتكلم هنا ان احنا عندنا 20 هي نفس ال 20 دي هي نفس ال 20 مللي جراي اللي موجوده هنا دي بنضربها فاكتور 0.2 علشان الجونتس الفاكتور بتاعها 0.2 بنضربها 0.12 عشان الكولون 0.12 بنضربها 0.05 عشان الليفر 0.05 نجمع الارقام دي كلها ونحسب في الاخر التوتال الافكتيف دوز بتساوي كام بالظبط. مثال اخر لو احنا بنتكلم على البوستيريور انتيريور تشست راديوجرافي يعني عندنا مثلا وضع زي كده بنعمل تشست راديوجرافي. الانسجه اللي بتتعرض هي اللانجز البريست الاوسوفاجس الثايرويد. الويت بتاع اللانج لو احنا بنتكلم على الافكتيف دوز 0.05 مللي جراي او 50 مايكرو جراي اوكي هي نفس الحاجه بالظبط. فبيسكلي بناخد ال 50 ديت ونضربها في الويت بتاع اللانج عشان نحسب الافكتيف دوز بتاعت اللانج نضربها 0.05 بالفاكتور بتاع البريست عشان نحسب الافكتيف دوز في البريست 0.05 عشان الاوزوفاجس 0.05 عشان الثايرويد ونجمع كل الارقام دي ويطلع في الاخر التوتال اكسبوجر نفسه بيساوي كام. التوتال اكسبوجر اللي هو افكتيف دوز في الشيست اكس راي بيساوي كام. نفس الحاجه هي ممكن نعملها برضو بالنسبه للشخص اللي بيعمل اكس راي نفسه اللي هو الفني بتاع الاكس راي نفسه. فبيسكلي هو عاده بيحط مونيتور دوز مونيتور عاده بيبقى واحده من الحاجات اللي هي علشان تقيس الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص نفسه بيبقى في عندنا يعني حاجه زي يعني بادج كده بيبقى يعني يقدر بيه يقيس الافكتيف دوز اللي اتعرض ليها او كميه الاشعاع الاكسبوجر اللي اتعرض ليها ونقدر بعد كده نحسب الافكتيف دوز بنفس الشكل بالظبط. لو احنا مثلا فرضا كان الجزء بتاع الثايرويد متعرض فبيسكلي لو انا عرفت الدوز كام بالظبط من القياس اللي موجود عندي هنا بقدر احسب بالظبط الدوز بتاعه الثايرويد بتساوي كام بان انا اضرب الدوز اللي انا حسبتها من هنا في الفاكتور بتاع الثايرويد اللي هو عباره عن 0.05. عموما القانون نفسه بتاع الافكتيف دوز احنا بناخد الدوز اللي هي بالجراي ونضربها في الفاكتور اللي مقابل للتيشو تايب اللي احنا بنتكلم عليه سواء كانت جونادز او ليفر او لانز او ستومك او تيفر وبعد كده بنجمع كل الكلام ده عشان نحسب التوتال افكتيف دوز اللي هي تعتبر التوتال افكت بتاع الراديشن اللي اتعرض ليها الشخص نفسه. فطبعا احنا بناخد حاجه بالجراي ونطلع حاجه في الاخر بالسيفرت بنطلع حاجه اوكيوبيشن اكسبوجر بنطلع حاجه زي السيفرت دوت هو طبعا الحاجه اللي هي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه هي اللي بتحسب لنا الاوكيوبيشن اكسبوجر. فدي الحاجه الحقيقه اللي احنا نقدر نحسبها ونقدر نعرف بعد كده الكميه بتاعه الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص ده عشان بعد كده على مدار سنه لو فرضا الشخص اللي بيشتغل في قسم الاشعه ده اتعرض لدوز اعلى من الليمت بنضطر ان احنا نخليه بقيه السنه ما يشتغلش علشان يقدر ان هو يعني يحتفظ بالكميه بتاعه الاشعه اللي هو تعرض لها بتبقى اقل من الليمت اللي هو ممكن يعمل له مشكله. فطبعا واحده من الحاجات المهمه الحقيقه اللي احنا نقدر نستعمل القانون بتاع الافكتيف دوز عشان نعمل الكلام ده.